السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأساتذتي الأحبة. إحنا نحاول أن نأخذ يعني محاضرتنا في نطاق خارج عن النطاق التقليدي، يعني مو أجي مثلاً أشرح لك أقول لك المضخة هي عبارة عن جزئين، الجزء الميكانيكي والجزء الكهربائي، هذا هو الموتور، والجزء الميكانيكي بمكونات اللي هن الإمبلر والميكانيكال سيل والكوبلين والكيس مال الامبلار وبها دخول وبها خروج. هاي الامور انت المفروض وصلت الى مرحلة نعرف هاي التفاصيل اللي خاصة بمن اللي خاصة بالمضخات، ومو اجي اشرح لك اقول لك انا عندي في شيء اسمه الالايمنت، اذا توافق المحورين اللي مال الكوبلين مال الجزء الميكانيكي والجزء الكهربائي فالامور على العال، واذا لا ما صار توافق اللي هو المسلايمنت بين جزئين، جزء الميكانيكي وجزء الكهربائي، راح يسبب مشاكل وهاي ادخلت بالدوامه اللي خاصه بمن خاصه بعلم المضخات. انا هسه راح اراويك في شغله جديده، قلنا احنا نريد نخرج من الاطار التقليدي مالته. هاي الشغله هو هذا البرنامج اللي قدامنا اللي هو برنامج الهايسز، برنامج الهايسز اللي عن طريقه اشرح شرح مبسط الى موضوع المضخات. لاحظ هنا اول ما اجي افتح البرنامج انطيني على مود حتى يفتح لي صفحه جديده خاصه بمن خاصه بالبرنامج اللي عندي. انا ادري بالمضخات اكو انليت واكو اوتليت، الانليت هو الدخول والاوتليت هو الخروج، صح لو لا؟ تمام زين. راح اجي اخذ مثال بسيط على اليمن على شلون اتعامل ويا علم المضخات ببرامج المحاكاة اللي هو من ضمن هذا البرنامج اللي قدامنا اللي هو برنامج الهايسز. راح اخذ مثال مضخة معينة بها دخول سائل معين او بها دخول مادة معينة، دخول مادة معينة درجة الحرارة مال الدخول 85 درجة سيليزية، درجة دخول المادة اللي راح تجيني 85 ديجري سنتيغريد زين، وضغط المادة اللي راح يدخل هاي المضخة خل أقول مثلا 3 بار، خل أقول 3 بار زين. وطبعا أنا بهيك برامج مثل برنامج الهايسز أو برامج المحاكاة أحتاج إلى بعض المواصفات اللي مثلا مولر فلو اللي هو الجريان المولاري، خلينا نقول مقدار الى معين بالدخول موجود عندي منطيني اياه. انا راح اجي المن، راح اجي هسه هذا كله المن بدخول ماده دخول المن للمضخه، الخروج مال المضخه ايش راح يكون عندي؟ راح يكون بضغط، خل اقول مقدار 10 بار، اوكي مقدار 10 بار زين. وراح اجي الى الكومبوزيشن مالتي حتى ايش قد اعرف المولر فراكشن مالتي، المولر فراكشن اللي هو خاص بالكيميائيين راح يقول لي انه المولر ريفراكشن مالتي قيمته 1 زين. فانا هسه اخذت انليت بريشر تمبرتشر ومولر فلو، واخذت اوتليت بريشر ومولر ريفراكشن، واريد شنو؟ اريد اطلع ايش قد بهاي الظروف اذا ادخلها للمضخه ايش قد كفاءتها، رقم 1 ايش قد كفاءتها، ورقم 2 اريد اعرف التمبرتشر راح تطلع من هاي المضخه ايش قد، ايش قد كفاءة هاي المضخة كنسبة مئوية، وش قد شنو؟ وش قد درجة الحرارة مال الاوتليت. راح اجي وحدة وحدة استعرض هاي القيم اللي موجودة او البروبرتيز الخصائص اللي صارت عندي هنا. اول وحدة اللي هو حاط لي عليها الاشارة هي الكومبوننت ليستس. شنو معناها؟ معناها اكو انا عندي كومبوننت، عندي مركبات موجودة. من اقول له اد راح يضيف لي اياهن هنا، باوع حط لي هنا مركبات. اقدر ابحث بمجموعه من الافكار، طبعا انا هسه ما راح استعرضهن، فاقدر استعرض يعني او ابحث بواسطه الاسم بواسطه غير شيء، فانا هسه راح استخدم الاسم. فاجي من اقول له سيرش، باوع سيرش مثلا خلي تكون الماده اللي موجوده ميثان، خلي تكون ايثان مثلا
او بروبان او اي بيوتان او ان بيوتان او واحد من مركبات هاي المواد باور. من تجي هاي الماده ينطيك اياها السمبل مالتها ايش قد، وينطيك ايش قد شنو الفورمولا مالتها CH4 C2H6 C3H8 الى اخره من المواد. خل اجي انا افرض اخذ اي ماده على التعيين، مثلا خل اقول راح اخذ الان هكسان، اضغط عليها. من اضغط عليها وارجع الى كلمه اد هاي اللي هنا موجوده تلاحظها امامك، ايش راح يضيف لي؟ راح يضيف لي ان هكسان كشنو؟ ككومبوننت، كمركب موجود وين؟ بداخل، او كمركب راح ادفع المضخه. اقدر ادمج اكثر من مركب؟ اي اقدر، لكن كل شيء شنو؟ بحساباته. من احطن اكثر من مركب احتاج شنو؟ احتاج مواصفات لهاي المركبات اللي موجوده. فانا خل اخذ ماده واحده، اخذت ماده واحده ودخلتها وين؟ دخلتها كمركب. باوع هنا كانت عليها علامه حمراء، ايش صارت؟ صارت عليها علامه صح. اذا انا هسه اجتازيت الخطوه الاولى، اجي للخطوه الثانيه، الباكج اللي راح اشتغل به اللي هو شنو قصدي؟ هذول العلماء من اجاوا وحطوا نظرياتهم، نظريات السيميوليشن المحاكاه بالرياضيات العدديه، خل اقولين كل واحد اجى اشتغل وفق معادله معينه. احنا كنفوط دائما يفضلون جماعه النفوط يستخدمون ما يعرف بالبينج روبنسون، باوع البينج روبنسون اللي هي هاي، اضغط عليها ضغطه باوع صارت اشاره صح هنا، معناها انا هسه اختاريت النظريه اللي راح اشتغل عليها. بعد ما اختاريتها اروح لوين باوع؟ اروح للسيميوليشن هاي الثانيه. شنو السيميوليشن؟ المحاكاه، المحاكاه زين. فمن اضغط هاي السيميوليشن ايش راح يطلع لي باوع؟ راح يطلع لي هاي القائمه زين، هاي القائمه اللي موجوده قدامي. انا شرد اشتغل، ارد اشتغل مضخه، المضخه مثل ما سولفت بيها انليت وبيها شنو؟ بيها اوتليت. فاذا اضغط هذا باوع الستريم مالتي باوع هذا الازرق، اضغط ايش راح يسوي لي؟ راح يقول لي رسمه، ايش تريد؟ اقول له اريد انليت هنا. ايش سمى لي اياه؟ سمى لي اياه رقم واحد. انا محترف وراح اشتغل شغل هوايه، فانا ما اريد اسم رقم واحد، اريد اسم معين حتى افتهمه. فمن اروح لهنا للستريم نيم باوع رقم واحد، اكتب انليت، انليت دخول للمضخه حتى اعرفه هذا دخول للمضخه. زين شنو اللي عندي باوع؟ عندي التمبرتشر، عندي التمبرتشر درجه الحراره هنا قايل لي امبتي، انا اعرفها مثلا درجه الحراره، ومثل ما قلت راح افترضها مثلا 80 85 باوع الاشاره هنا ايش قال لي؟ قال لي سنتيجريد، اقول له اي سنتيجريد عوفها. اجي للبرجر، برجرك ايش قد الضغط مالتي؟ قلت له انا اريد 3 بار، حاط لي كيلو باسكال، ما يفيدني، اروح لوين؟ اروح للبار، باوع 3 بارات، هذا 3 بار. خوش؟ معناها شوفوا راسا حول لي 300، ليش؟ لان قال لي 300 كيلو باسكال، 3 بار و4 او 43.51 بي اس اي. اوكي؟ زين، عبرته، خلصت من البرجر. قلت انا عندي المولر فراكشن، وين القى المولر فراكشن؟ هنا ماكو شيء اسمه مولر فراكشن، لان هذا يمن مكانه يمن البروبرتيز مالته اللي موجوده هنا. خل اجي انا هسه عندي المولر فراكشن، ايش عندي هسه؟ عندي المولر فراكشن، لاحظ هنا عندي قلت شنو؟ هنا شنو اللي عندي؟ عندي المولر ويت، ايضا مو المولر فراكشن، انا رحت المولر فراكشن، المولر فلو، باوع لي هذا المولر فلو، ايش قد قيمته؟ خل اقول مثلا، مثلا خل اقول القيمه مالته عندي 100، هذا المولر فلو 100 زين، ووحداته حاط اياها قبالي ما اغيرها على هاي الوحده. زين اجي هسه ورا ما اختارت ذني المن الى الجزء الثاني، والله شو هذا خلص من عده بعد، انا ما عندي في الشيبه،
اجيب شيء وياه؟ لا، دخلت المدخلات اللي عندي من طنياهن، اغلقه، اروح عندي بالمضخه هم اوتلت، باوع اضغطته، عندي اوتلت همسه ماليه رقم واحد، اضغط عليه مرتين، اقول له؟ اقول له لا، هذا مو رقم واحد، هذا الاوت جيت، هذا المخرج مالته او الخروج، زين الدفق مالته. ايش قاعد يقول لي؟ قاعد يقول لي هذا الضغط مالته كان انطتني المضخه 10 بار، باوع لي 10 واروح للبار، فاختاريته 10 بار، باوع له حوسه 10 بار معناها 1000 كيلو باسكال ومعناها 145. لهنا انا اوكي شغلي، اجي المنسى، اجي الى الكومباشن مالته، باو اضغط عليه، شو يقول لي؟ يقول لي ايش قد المولار فراكشن مالتي بالان هكسان مالته؟ المولار فراكشن قيمته واحد، قيمته واحد موجود بالفحوصات مالتي، فانا خلصت الساعة القضيه اللي انا اريدها، باو علي هنا أنا. زين هذا المن، باو علي هذا طلع لي المولار فراكشن 1000، ايش اقول له؟ اقول له نورمالايز واقول له اوكي. لاحظ هسه، هسه انضاف لي شنو؟ انضاف لي المولر ويت مالته وطلع لي بيانات هذا المولر فراكشن. اجي هنا اسوي هسه اغلق، هذا الشغل المن، هذا الشغل لمضخه، بروح هاي هنا الاشكال اللي قبالي، هاي اشكال خاصه بمن؟ خاصه بشغلنا احنا ك يعني ناس نشتغل بالمصافي. هاي مضخه بمب، اجي اضغط عليها، ضغطت عليها، اجيبها احطها وين؟ احطها بين الانليت وبين الاوتليت، اضغطت صار عندي مضخه هنا. هاي المضخه اذا اضغط عليها ضغطتين راح يقول لي الانليت ايش قد؟ اقول له الانليت هو الانليت. والاوتليت ايش قد؟ اقول له الاوتليت هو الاوتليت. ايش قد الانرجي مالته؟ اريدك انت تحسب لي اياها. فايش اقول له؟ اقول له كيو ورك، شغل. زين انا اريدك تحسب لي اياها. زين هسه هو افتهمني، باوع هنا يقول لي ما عندي الانرجي مالته، انا هسه من سويت ودست انتر ايش راح يسوي لي؟ يقول لي اوكي هاي هي ماكو مشكله. اجي الدور على اليمن على البارامترات اللي طلع لي اياها. هسه الحاسبه بدت شنو؟ بدت تشتغل. هسه البرنامج مال السيميوليشن بدا يشتغل. ايش قد الدلتا بي؟ 700 كيلو باسكال، هو الطانيها ما انا دخلتها. ايش قد البريشر ريشيو؟ 3.33، هو الطانيها. ايش قد الديوتي مالته؟ زين 3.7 كيلو واط، اللي هو شنو؟ الانرجي. زين ايش قد الافشنسي؟ الافشنسي الادياباتيكلي 75%. باوع ايش قد حلو؟ بدا ينطيني شنو؟ ينطيني بيانات، بدا ينطيني البيانات. فمن اروح عن الساعة انا اروح عن واستعرض الورك شيت مالتي، ايش راح يلقى بي؟ راح القى انه انا عندي التمبرتشر اللي 85 ضبط. فمن حسب لي التمبرتشر اوتليت ايش قد اعطاني؟ اعطاني 85.47 اللي هي انا شنو؟ انا شنو اريدها؟ اريد ايش قد التمبرتشر اوتليت بيجي مضخه مواصفاتها. زين فحسب لي اياها وحسب لي شنو؟ وحسب لي الافشنسي. تمام؟ اجي انا ايش اقول؟ الغي هاي. ها باوع رتب لي الوضع كله. الورك الطانية منها قاعد على المضخه، والاليت هنا القيم مالتها الطانيه. باوع شوف سالا من اشر عليها الاليت راح يقول لي التمبرتشر 85، البرجر 300 كيلو باسكال، والمولر فلو 100. من اجي اشر على الاوتليت شو يقول لي؟ يقول لي المولر فلو 100 والبرجر 1000 كيلو باسكال والتمبرتشر 85.47. انطاني بياناتي هسه اللي خاصه بمن؟ بالشغل مالتي. باوع هاي المضخه، باوع اللي هنا ايش قال لي من اشر على المضخه؟ يقول لي دلتا تمبرتشر مقدار التغير بالتمبرتشر 0.4665. حلو لو مو حلو؟ زين دلتا برجر مقدار التغير بالبرجر ايش قد قيمته؟ قيمته هذا يا حاط لي قبالي، ها شنو هاي؟ لطيف 700 كيلو باسكال. زين زين الباور ايش قد؟ 3.735 كيلو واط. اوكي فهاي القضيه مالت من؟ مال هذا البرنامج. اكو بعض التفاصيل اللي نقدر ايضا ندخل من خلالها، انه من تجي تضغط هنا
على الشاشه اللي موجوده قبالك زين، تقول له اد ورك بوك تيبل، ضيف لي ورك بوك تيبل واضغط عليها. يقول لي ايمن تريدها، تريدها للماتيريال ستريم يعني للماده، خلي اقول له سيلكت. ايش راح يسوي لي؟ راح يحط لي جدول هنا خاص بمن، خاص بالماتيريال ستريم، باو عليه هنا كله موجود بيه قبال، حتى اخاف اريد اطبعه اعرف انه التمبرتشر قياسها بالسنتيغريد 85 بالانلت 85.47 بالاوتلت، والبرجر بالكيلو باسكال قيمته 300 بالف زين، وطلع لي المولار فلوش جيد، وطلع لي كل التفاصيل الباقيه اللي خاصه بمن، خاصه بمضختي، خاصه بمن، خاصه بالمضخه زين. واحد يقول لي وبعد بس هذا اقدر احط الجدول؟ لا، خل اجي اضغط هنا على الشاشه البيضاء واقول له ضيف لي بعد. شو تضيف لي؟ هذا الكومبوزيشن مالتي شنو قصدك به؟ اقول له سيلكت، باو علي هنا. هذا الجدول جابه وين؟ جابه فوق هذا. خل اجي ادني هنا حتى اقدر اشتغل براحتي. هذا ويا الكومبوزيشن، باعه هنا فوق، هذا ويا ايش بيه؟ زين؟ حدد لي الانليت والاوتليت مالت من؟ مال كومبوزيشن مال فراكشن مال الان هكسان اللي انا اشتغلت عليه. اجي وراها اقول له والله ضيف لي بعد واحد اللي هو الثالث الانرجي ستريم، اقول له سيلكت، باوع ضاف لي هذا، خل اسحبه هنا احطه، هذا خاص بمن؟ بالانرجي. ايش قد الهيت فلو؟ الهيت فلو هو هذا مقداره، هذا ويا مقداره زين، 1.345 اكسبوننشال لزائد 0.00 او للاربعة زين؟ زين لو مو زين؟ واضح لو مو واضح؟ هذا بالنسبة إلى من؟ إلى علم المضخات اللي خاص بمن؟ ببرامج السيميوليشن. أعيد وأكرر، إحنا نريد نطلع بمحاضرتنا عن فد شيء اسمه مألوف زين؟ عن شيء اسمه مألوف. فأجينا استعرضنا برنامج سيميوليشن مال محاكاة لأرض الواقع اللي دائما شو نسميه؟ نسميه العمل النظري. العمل النظري طبعا احنا بالشغل عندنا ثلاث اجزاء، بالشغل ثلاث اجزاء، جزء نظري وجزء عملي وجزء تحليلي. عملي ونظري وتحليلي، العملي تطبيق عملي بارض الواقع، والنظري هاي البرامج اللي قدامك واحد من عندها اللي هو الانسز الهايسز، والجزء الثالث اللي هو التحليلي اللي هو احط الكتالوج مالتي مال المعادلات واطبق رياضيات واستخدم الحاسبه واحسب ايش قد التمبرتشر اوتليت وايش قد الدلتا وايش قد الهاي. هذا الشغل شغل لطيف ودقيق، وان شاء الله تكون وصلت المعلومه انه هاي المضخه بها انلت بها اوتليت تسوي لي ضخ المن للطاقه، فلذلك الطاقه الحركيه بالاوتليت تكون اعلى من الطاقه الحركيه بمن بالانلت، فتزود لي سرعه المائع اللي موجود، ومن ازداد سرعته يزداد الضغط على اعتبار انه السرعه او خل اقول الفلوريت الكيو الفلوريت تناسبه لوغارتيمي عكسي بين اتمن بين الفيلوسيتي بين الكيو وبين من وبين البرجر خوش. فلذلك زود لي ضغط وزود لي سرعه وانطاني شنو؟ وانطاني هاي المواصفات اللي موجودة بشغل وورك. من انطانيا؟ انطانيا الموتور، انطانيا منو؟ الموتور. فهذه هسا محاضرتنا لهذا اليوم الخاصة بمن؟ بالبام. انا شغل اليوم، انا هاي المحاضرة اصلا كلها ما اريد اخذ في الشيء تقليدي، اريد اخذ في الشيء حديث في الشغل، لطيف في الشغل، ما مضطرقي له قبل. فهاي السالفة، وأنا أشكركم وأشكر أصغائكم. إن شاء الله نلتقي ويا المحاضرة القادمة.